احب يعني ان شاء الله انا واثق في لعبتنا جدا، وعارفين لعيبه النادي الاهلي البطوله دي البطوله المفضله بتاعتهم، فان شاء الله انا عارف ان لعبتنا رجاله وان شاء الله هيرجعوا بالكاس باذن الله. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا قد المسؤوليه ونكسب افريقيا ونفرح جمهور النادي الاهلي وهم قدها ان شاء الله باذن الله. احب اقول لهم ربنا معاكم وبالتوفيق ان شاء الله، واحنا كده كده واثقين من الفوز ان شاء الله. ان شاء الله هنكسب، وان شاء الله البطوله ال 12 للنادي الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله برضه انا رايح الاستاد برضه هندعم ان شاء الله الفريق هناك ان شاء الله. ان شاء الله هم هيكسبوا ان شاء الله 2-0 باذن الله، احنا متوقعين كده ان شاء الله. بقول لهم ان شاء الله انتوا رجاله واحنا واثقين فيكم، انتوا قد الماتش وان شاء الله هتكسبوا باذن الله، احنا متوقعين كده ومفيش بديل عن الفوز باذن الله. حاجه واحده، اولا واخيرا افتكر انك بتلعب فريق تقيل، اي نعم احنا افضل، بس لما بنقف ونفتكر ان احنا النادي الاهلي محدش بيقدر يقف قدامنا. هقول لهم انتوا رجاله، انتوا احسن لعيبه في مصر وفي افريقيا، انتوا اداء ودود، واحنا او انتوا عموما بتوع المهام الصعبه، وهي انا شايف ان هي مش مهمه صعبه، انا شايف ان فرق المستويات الفنيه والتكتيكيه كمان من الكوتش بتاعنا لصالح النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله متعوا نفسكم ومتعوا جمهوركم وليله جميله ان شاء الله، وهنكسب ان شاء الله افريقيا ال 12 ان شاء الله ان شاء الله. الماتش على فكره ماتش قوي جدا وصعب يعني، بس الاهلي معودنا دايما ان احنا يعني ما بنخافش من الحاجات دي كلها، وان الفريق والفرقه كلها عندنا مركزه وكلهم جدعان ورجاله، وان شاء الله هيشرفونا، وده يعني الاهلي ده طول عمره كده يعني، فيعني ربنا ان شاء الله يوفقنا ويكرمنا ان شاء الله. انا اقول لهم ربنا يوفقكم، ودي بطوله مهمه وعايزينها تخش تكمل البطوله ال 12 للكيان الكبير اللي هو النادي الاهلي برئاسة كابتننا العظيم الكابتن محمود الخطيب، واحنا بإذن الله بنهدي البطولة دي لكل مصر وبما فيهم جمهور النادي الأهلي العظيم اللي هيساند الفريق كويس جدا.